دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل صنف معجنات على شكل هلال بما اننا في رمضان، فبنحاول بقدر الامكان زي ما عملنا كده الكنافه الهلاليه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل الاشكال معجنات او اشكال الحلويات على شكل يمشي مع المناسبه اللي احنا فيها. فالنهارده هنعمل هلال محشي. ايه هو الهلال المحشي ده وهنحشيه ايه؟ هنشوف مقادير العجينه بتاعتنا دلوقتي على الشاشه بتقول ايه. مقادير العجينه: كيلو دقيق، علبه زبادي، كوبايه لبن رايب، ولو ما عنديش لبن رايب ممكن احط لبن عادي ما فيهاش اي مشكله، ما توقفيش الدنيا على حاجه. معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره خميره، نص كوبايه من الزيت، ميه دافيه للعجن. هنشوف في اخر المقادير في ميه دافيه للعجن. ادام في ميه دافيه للعجن يبقى بنحط المقادير كلها وكميه الدقيق كلها في العجان، وبنبدا نزود الميه شويه شويه لحد ما تلم العجينه. ما لقيناش ميه دافيه للعجن وشفنا فوق عند مقدار الدقيق مكتوب دقيق حسب الحاجه، يبقى بنحط كل المكونات الاول وبنخلي الدقيق هو في الاخر ينزل شويه شويه. طيب ده بالنسبه للعجينه. عندي الحشوه بتاعتنا هنحشيها النهارده حادق ونحشي حلو. الحشوه الحادقه سهله وبسيطه جدا. جبنه اسطنبولي، بقدونس مفروم، جزر مبشور، فلفل احمر حار، دي الحشوه الحادقه. الحشوه الحلوه هنحشيها ايه؟ مربى توت ازرق. عايزه مربى فراوله، عايزه مربى تين، عايزه مربى مشمش، اللي انت بتحبيه، بس مربى التوت الازرق بتبقى مديه شكل حلو قوي مع المعجنات. طيب الوش بتاعنا هندهن المعجنات بايه؟ دهان الوش عباره عن 2 اصفر بيض، رشه قهوه سريعه الذوبان، 3 معالق كبار من الحليب. تعالوا دلوقتي نحط المقادير بتاعت العجينه كلها في العجان ونسيبها تتعجن براحتها، وبعد كده نشوف العجينه اللي احنا سايبينها تخمر عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان بحب اشتغل بقلبي في العجين. مفيش احسن من شغل الايد واحنا بنشتغل في المعجنات عشان نحس بملمس العجينة، إذا كانت محتاجة عجن تاني، إذا كانت محتاجة سوائل، إذا كانت ناشفة، إذا كانت طرية، كل دوت لازم نبقى واخدين بالنا منه وإحنا بنشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كمية الدقيق كلها اللي هي كيلو، علشان إحنا حاطين في المقادير بتاعتنا مية دافية للعجن، وأدام مية دافية للعجن يبقى هنحط كل مقاديرنا الأول. بسم الله. بالشكل ده كده حطينا الدقيق كله، ادي الخميره وادي اللبن الرايب. انا ما عنديش لبن رايب اعمل ايه؟ ممكن ان احنا نعمل حليب لوحده. عندي الجبنه قريش، عندي الجبنه قريش وعاملاها على قديكي والشرش موجود، ممكن ناخد الشرش نعجن بيه العجينه هتطلع معانا زي الفل. وادي السكر، حطينا الزبادي، وادي الزيت، فاضل ايه كده؟ فاضل رشة الملح اللي هنحطها او ربع معلقة صغيرة اهي كده. كده مكونات العجينة كلها بتاعتنا في العجين. هنبدأ نشغل عليها ونمسك المية الدافية ننزلها شوية شوية لحد العجينة ما تلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تاخد مني كوباية، ممكن تاخد منك 2 على حسب نوعية الدقيق نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. على الهادي الاول كده علشان ما تنطورش الدقيق بره، والميه بتاعتنا اللي في الكاتل طبعا سخنه، فهجيب شويه ميه من الحنفيه علشان تبقى ميه دافيه ما تبقاش سخنه وتفسل لي العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده العجينه ما بقاش فيها دقيق ناشف، يعني ما فيش دقيق في الجوانب، هي كل اللي محتاجاه دلوقتي اهي، ما بقاش فيه دقيق ناشف في الجوانب، كل اللي محتاجاه دلوقتي ان العجينه كده لمت، هي عايزه تتعجن وبس. هسيبها بقى تتعجن. العجينه عندنا في العجان، ودلوقتي العجينه اللي احنا مخمرينها اهي، بصوا كده ما شاء الله عليها عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا جمال العجينه، بصوا ما شاء الله، الله اكبر عليها. بصوا عاملة ازاي.
بصوا بصوا رشه كده من الدقيق، بصوا عامله ازاي، مرتاحه ومتخمره كويس قوي ما شاء الله عليها زي الفل. بصوا كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هعمل كده وابدا ان انا ادهن، اسفه، ابدا ان انا افرد العجينه بتاعتي. بسم الله. بصوا بصوا نطلع الهواء كله منها كده، عجينه ملبن ما شاء الله عليها. خلوا بالكم ان لازم الترابيزه تكون كبيره، او الرخامه اللي بنعمل عليها او الطبليه ايا كان، او الصينيه اللي هتفردي عليها تكون كبيره علشان تاخد اللفه اللي انت عايزاها. انا هوسع دول كده ونقفل على العجان. هي لمت العجينه كلها، هوريكم شكلها دلوقتي بس بعد ما الف مفرد دي. بصوا كده انا وسعت لنفسي علشان تاخد براحه. بصوا طبعا عشان تحتيها دقيق، بصوا هتحرك معايا بكل سهوله ازاي. بصوا كده العجينه هترمي معانا، ممكن تقسميها على اتنين وتعملي اتنين هلال زي ما انت عايزه، بس انا بصراحه هعمل الهلال يكون كبير. كده بالشكل ده تفردي كده. ما بعرفش الا اعمل كده. لازم احس بالعجين واخش بالعجين في قلبي كده. بصوا كده ادي العجينه الاولانيه. هعملها ايه دي؟ هحشيها حادق، هجيب بوله كده واحط فيها الجبنه الاول علشان اهرسها بالشوكه كده اهي. جبنه اسطنبولي، جبنه قريش، جبنه فيتا، زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. بس انا حبيت ان هي اسطنبولي علشان تبقى فيها سنه حدوقيه شويه. وادي الجزر، بقدونس، حاضر، فلفل حامي ممكن تشيليه بس انا عشان بحب الحاجه السبايسي بصراحه فبحطه. بصوا كده ادي الحشوه بتاعتنا، بصوا شكلها عامل ازاي. تفتح النفس. ممكن تعملوا صنف الجبنه دوت للسحور بس طبعا ما تحطوش فلفل. الجزر فيه ميه ما بيعطش، الجبنه ما تبقى فيتا ما تبقاش حادقه برده عشان ما يبقاش الملح بتاعها زياده ويعطشكم. ما تحطوش فلفل حامي، تعملوها كده للسحور هتطلع في منتهى الجمال بالشكل ده كده. واعمل كده وابدا ان انا افردها على العجينه وهلفها رول عادي خالص، وبكون مشغله الفرن على 180 قبل ما ابدا في اي حاجه، ومحضره صاج بورقه زبده. بصوا كده وهنعملها بقى هلال، وهتشوفوا الهلال كده لما الحشوه دي تبقى ظاهره فيه هتبقى عامله ازاي. كده تخلوا كل حاجه عشان اللي يجي ياكل القطعه يبقى فيها جبنه، ما تبقاش حته فيها وحته ما فيهاش بالشكل ده كده. كده اهو بنوزع الحشوه على العجينه كلها. بصوا ما شاء الله العجينه شكلها عامل ازاي وحجمها عامل ازاي. كده اهو بتتحشي حادق وحلو. طيب انا حاشيه في الحلو مربى توت، قلت لكم ممكن كمان ان احنا نحشي مربى فراوله، مربى تين، مربى مشمش، زي ما انتم عايزين. طيب هينفع ان انا اعمل نفس اللي انا عاملاه ده او نفس الرول اللي هيتعمل دوت واحشيها قرفه وزبده زي السينابون؟ اه طبعا ينفع. ينفع ان انا اغير الحشوه الحادقه ديت بدل ما هي جبنه وجزر اعملها مثلا لحمه مفرومه؟ اه طبعا ينفع، مفيش اي مشكله، كل حاجه باذن ربنا تنفع. بصوا كده ثواني اخلصه ونطلع على طول. بصوا كده انا وزعت الحشوه كلها على العجينه بتاعتنا بالشكل ده.
طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ ان انا اعمل كده. بص هرش رشة دقيق عشان لما ارجع الرول ورا يبقى تمام معي. بسم الله. بصوا على الحروف علشان عايزاها كلها تبقى واخده شكل واحد. اهو بصوا العجينه ما شاء الله عليها بتتمط معانا وشكلها زي الفل. اوه ماشي ما فيهاش اي مشكله عشان هنا ما كانش فيه رشه دقيق. ولو حصل معاكي كده ما فيهاش اي مشكله ما تتخضيش، اهو كملي الرول عادي كده كده كل ده هيتقص. خلي عندك جرأه كده وانت شغاله اهي. رشة دقيق هنا اهي عشان بدأت هنا تلزق كمان اهي. بس ناخده بقى كده على الايه؟ على الحتة اللي مدهونة. بص العجينة ما شاء الله عليها بتاخد وتدي معاكي ازاي. طيب هجيب الصاج بتاعنا دلوقتي. كنا عايزين صاج اكبر من كده يا شباب، ده صغير قوي. اه ساق اكبر من ده. انا حطيت الهلال بتاعنا في ساق كبير وجايه كده على الحرف. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي. ببدا ان انا اقطع بسكينه حاميه، لازم تكون سكينه حاميه علشان تنزل مره واحده بالشكل ده كده كده. لازم تبقى مفصله من بعضها كده اهو، الشرايح مفصوله عن بعضيها علشان تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. تمام بصوا انا عايزه دي كده تبقى واحده، وانتوا لما تلفوا خلوا اللي في الارضيه دي تبقى متغطيه من تحتيها. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره من بين ال 180 وال 200، ويكون شغال قبل ما نعمل المعجنات خالص بحوالي نص ساعه كده علشان يبقى سخن. علشان لو هو بارد والفرن ما كانش سخن المعجنات بتاعتنا مش هتترفع. السخونيه بتاعه الفرن هي اللي بترفع لنا المعجنات، مجرد ما تدخل تلاقوها الخميره اشتغلت على طول من السخونيه وبدات تشتغل معانا زي الفرن. مقادير العجينه تاني نزلت الحاجه خديجه وحضرتك تامرينا واحنا ننفذ. تسلم ايدك يا جمال، تسلم ايدك يا ايه. بصوا كده مقادير العجينه بتقول ان احنا معانا ايه. معانا كيلو من الدقيق، معايا عليها علبه زبادي، كوباية لبن رايب ولو مش موجود ممكن نحط لبن عادي، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة خميرة، نص كوباية من الزيت، ومية دافية للعجن. بنحط المكونات كلها الأول وبعد كده بننزل بالمية شوية شوية. أنا وقفت العجان وهوريكم بعد ما أعمل الهلال بتاعنا ده هوريكم شكل العجينة بقى عامل إزاي لما اتعجنت معانا كويس. ده كده خلاص اهو الهلال الحادق. طيب الهلال الحلو بقى بصراحه استغليت الفاصل اللي احنا كنا فيه و تسلم ايدك يا حسام، فرد لي العجينه وقلنا علشان نشوف الوصفه الثانيه هتبقى عباره عن ايه. فردناها بالشكل ده كده ورحنا حاطين عليها مربى التوت الازرق، وقلت ان احنا ممكن نغير نوع المربى زي ما انتوا عايزين. ده كده خلاص اهو. بصوا الحشوه الاولانيه حشيناها جبنه اسطنبولي وجزر وبقدونس وفلفل حامي، ممكن نغير الحشوه نعملها جبنه فيتا، ممكن نعملها لحم مفرومه زي ما انتوا عايزين. الحشوه الحلوه مربى التوت ده كده هندخله الفرن على درجه حراره ما بين ال 180 وال 200 لمده مثلا من ثلث ساعه لنص ساعه على حسب الفرن بتاعته. طيب هندخله الفرن يا شباب وتعالوا نعمل ده كده. بسم الله. بصوا هنبرمه نفس النظام بس ده هنعمله اصغر علشان احطه في الصاج اللي معايا عشان اسويه ورايا وتشوفوا شكله هيكون عامل ازاي. كده اهو الشكل المربى عامله ازاي ما شاء الله عليها. كده اسهل من كده مفيش، سهله جدا وبسيطه وشكلها في النهايه بيبقى في منتهى الجمال. بصوا انا عملت ايه، انا عامله على ورقه زبده. ليه؟ علشان اما الفه يتحط بورقه الزبده على طول ما جيش يعمل لي مشكله وانا بنقله.
كده كده اتلفت خالص اهي. هخلي الناهيه بتاعتها من تحت كده كده، تمام تمام، واعمل كده على شكل الهلال اللي انا عايزاه. بصوا انا بحاول ان انا الم البوزه هنا علشان تديني شكل اللفه بتاعت الهلال كده. ونفس النظام هروح قصه الورقه على قد الهلال بالظبط عشان يتحط في الفرن في الصاج بتاعنا. وهروح نقلاه وابدا ان انا اقطعه برضو بسكينه حاميه نفس ما عملت في هلال الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عشان مربى تقيله. تمام، اللي ربنا سنده ما بيقعش. بصوا نخلي اللفه بتاعت المربى او القفله بتاعت الرول من تحت. طبعا الساق صغير، انتوا ممكن تقللوا العجينه، ممكن تعملوا العجينه ديت على 2 هلال او 3 هلال زي ما انتوا عايزين. وهعمل كده، بصوا بقى عشان السكينه مش هتمشي معايا الناحيه دي مظبوط، هعمل ايه؟ هجيب المقص واعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى اسهل من السكينه اهي، هيقطع معايا في ساعتها بالشكل ده كده. وهندهن برضو الوش بتاعها بنفس الدهان اللي احنا دهنا بيه الحادق كده. مقدار العجينه شايفه انه كتير، ممكن تعملي 2 هلال او 3 كمان على حسب الصواني اللي عندك وعلى حسب الصاجات اللي انت بتشتغلي فيها كده. اخر واحده اهي، بصوا شكل المربى باين ازاي بالشكل ده كده. طيب ندهنها بقى تاني وندخلها الفرن اللي ورايا ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. بسم الله. مش عايزه الدهان يكون فيه قهوه سريعه الذوبان عشان في ناس كتير ما بتحبهاش. ممكن ان احنا نعمل صفار بيض وحليب، وممكن تعملي معاه رشه فانيليا هيطلع معاكي برده زي الفل. ممكن تعملي بيضايه كامله ورشه فانيليا من غير الحليب اللي انت عايزاه. معجنات ما بتاخدش وقت في الفرن، ادام الفرن معاكي سخن هتلاقيها رفعت معاكي على طول بالشكل ده كده. وهنشوفها لما تطلع، مش عامله منها نسخ، فاللي هيستوي قدامكم هو اللي هتشوفوه كده. سهلة وبسيطة جدا. تعالوا نحط بقى الهلال المربى في الفرن ونشوف لما يطلع يبقى شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. درجة حرارة من بين 180 لل 200. تعالوا بقى كده نطلع فاصل. قبل ما نطلع الفاصل يا جمال معلش عشان ابقى وريتهم كل حاجه عن العجينه وشكلها هيكون عامل ازاي. بصوا كده العجان نضيف وفاضي، ما فيهوش ولا دقيق ولا فيه اي حاجه. معنى كده ان العجينه بتاعتنا نضيفه وملمومه، وادي العجينه بتاعتنا تتحط في العجان مع رشه دقيق ونسيبه يعني تتخمر وتتضاعف الحجم بتاعها. وبعد كده ممكن نقسمها 2 3 زي ما انتوا عايزين على حسب الصواني اللي عندكم. الهلالين بتوعنا الحادق والحلو في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. بصوا طلعت كده وشايفه ان الوش بتاعنا ناشف شويه، هعمل ايه؟ كنت حاطه شباب ورايا حاجه فيها عسل مخفف كده. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تهدى شويه عشان اعملها. بصوا شكلها عامل ازاي، بس هي عايزه
تاخد شويه تسويه كمان، عايزه شويه تسويه كمان. طب انا هضطر ان انا اسفه يعني اقدمها بالصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اهم حاجه بالنسبه لي ان الفكره تكون وصلت لكم. لا لا، بصوا كده، وادي الصاج التاني اهو. لما بتطلع بقى وبتستوي بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نقطعها حلقات، اللي هي الشرايح اللي هي دي كده، بنبدا نقطعها حلقات وبنقدمها في الاطباق بتاعتنا، واحد حادق وواحد حلو. قلت لكم ممكن ان احنا نعمل الهلالات ديت يعني اصغر من كده، نعملها اصغر من كده على قد الصواني اللي عندنا.